أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. صحيفة السبيل الأردنية، مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بالموصل. صحيفة الشرق الأوسط، محاصصة دولية إقليمية حول منبج وعفرين. وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية، أمريكا ترامب لا تصلح وسيطا للسلام في الشرق الأوسط. من المقالات: العراقيون فقدان جاذبية الوطن لحامد الجيلاني في العرب اللندنية. الحرب الشرسة بين ترامب والإعلام لروبرت رايش في البيان الإماراتية.